السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي تاتيكم بالجديد والحصري على اخبار شباب القبائل حصريا. يعني كما شفنا في مباراه الامس، يعني الاداره تؤكد عدم وجود اسماء ثقيله للانتدابات بهذا الميركاتو الشتوي. يعني كشفت مصادر كورا نيوز امس ان مطالب الانصار بضرورة رؤية لاعبين يعمرون العين في فريق شبيبة القبائل قد لا يرى النور غدا، يعني حيث أكد مصدر مسؤول من النادي أن جلب لاعبين كبار للتشكيلة أضحى غير ممكن لسبب بسيط، وهو عدم توفرها في السوق المحلية. طبعا الأنصار في قمة الاستياء ويطالبون الكل بتحمل المسؤولية. عندنا مناجر يحاول يعني فرضها، الأنصار يرفضون تعاقد مع المسرحين من أنديتهم، لأنه صراحة شبيبة القبائل كبيرة ولن نرضى سوى بالأسماء الكبيرة. أرميضا قال لك انتصارنا مستحق، وبركان أثبت أنه مهاجم حقيقي. بوخنشوش طبعا استفاد من راحة وهو معاقب، ولا يوجد صراحة مع مشاكل مع أرميضا. يعني سويبع يقلص النتيجة، بركان يفتح باب التسجيل ويضعف النتيجة كذلك في الشوط الثاني. نشاط ومواقي في أولى المحاولات نتاعهم. ثنائية بركان صراحة تمنح الكناري